نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الهي امين. لیسن نمبر 231 سورہ یاسین آیت نمبر 1 سے لے کر 12 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون آباؤهم فهم غافلون پھر سے پڑھیں گے ماں انذرا سے لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون فهي إلى الأذقان فهم مقمحون فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا ف
فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ فَأَغْشَيْنَاهُمْ کے غین پر جھٹکا نہیں دینا ہے, دوبارہ سے پڑھ کر سنائیں گے. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين اس لاسٹ والی آیت کو پڑھ کر سنائیں گے. جی الحمدللہ ہمارا لیسن مکمل ہوا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.